يعني من إثم إذا ما جلس مع بنات عمه أو بنات خاله أو امرأة أخيه وليس معهن غيرهن جزاكم الله خيرا. جلوس الرجل مع النساء وهن متحجبات ومتسترات من غير اختلاط لا بأس به، أما جلوس الرجل مع المرأة وحده ليس معهما ثالث وهي لا تحل له أو ليست من محارمه فهذا محرم شديد التحريم. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت، يعني قريب الزوج، فإن خطره أشد. لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا تجوز الخلوة بالمرأة التي ليست من محارمه أو لا تحل له. نعم، أو لا تحل له.